بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فبين أيدينا رسالة قيمة ومؤلف نافع وكتاب مفيد في بابه غاية الفائدة، وهو كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ألفه رحمه الله معاونة للناس في تحصيل السعادة بذكر وسائلها وأسباب تحصيلها ونيلها. ومن المعلوم أن السعادة مطلوب كل إنسان، فليس أحد من الناس يريد لنفسه تعاسة أو شقاء أو غموما أو هموما، بل كل يريد السعادة وكل ينشدها وكل يسعى إلى تحصيلها، لكن تفاوتت طرائق الناس وسبل تحصيلهم لهذه السعادة وسيرهم في نيلها. بل إن من الناس من سلك في تحصيل السعادة ما يجلب له الشقاء ويحقق له ضدها. فجاء هذا المؤلف القيم من الشيخ رحمه الله تعالى واضعا كما يقال النقاط على الحروف في فصول ماتعة وتقريرات نافعة جمعها في هذه الرسالة المختصرة المفيدة لكل مسلم. ومن حسن هذا الكتاب وجودة إفادته وعظم نفعه، وصفه بعض أهل العلم ولم يبعد في وصفه بأنه مستشفى الأمراض النفسية أو مستشفى للأمراض النفسية. وفعلا شفي خلق من أمراض وهموم وغموم وآلام عندما يسر الله سبحانه وتعالى لهم قراءة هذا الكتاب. وعندما تقرأ هذا الكتاب وما فيه من دقة وحسن تحرير وجمع حسن وصياغة أيضا بديعة للوسائل التي تنال بها السعادة، ربما تظن أن مؤلفه كتبه وهو في أحسن ما يكون من الارتياح والمتعة والصحة، ربما تظن ذلك، لكن تعجب عندما تعلم أن الشيخ رحمه الله تعالى كتب هذا الكتاب على سرير المرض ويعاني من ألم شديد في رأسه، حتى إن الأطباء في ذلك الوقت قد منعوه من القراءة والكتابة لأنها تؤثر على صحته. فكان على سرير المرض يحرر هذه الرسالة ويجمع هذا الجمع الباهر النافع دون أن يكون عنده مراجع أو كتب، وإنما يكتب مما من عصارة الذاكرة. فجمع رحمه الله جمعا نافعا مفيدا للغاية، وقد نفع الله سبحانه وتعالى بهذه الرسالة خلقا من عباد الله، لأنها فعلا تداوي النفوس بما يحقق طرد الهموم والغموم والأحزان وجلب السعادة إلى القلب. وصدر رحمه الله تعالى الرسالة بأن مدار السعادة على راحة القلب، على راحة القلب وطمأنينته. فإذا حصل للقلب
هذه الراحة وهذه الطمأنينة حصلت السعادة، وإلا يبقى القلب مسوسا مضطربا مهموما مغموما، وعلى إثر ذلك دخل رحمه الله تعالى في تفاصيل كثيرة في فصول نافعة يوضح من خلالها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. نسأل الله عز وجل أن يرحم مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن، وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل جهده هذا وغيره من جهوده في موازين حسناته، وأن ينفعنا أجمعين، وأن يجعل هذه الرسالة سببا لنا أجمعين في نيل السعادة وتحقيقها، وهو وحده تبارك وتعالى الموفق لا شريك له. نعم.